30 آب 2024، حلقة جديدة من نبض بيروت، وضيفنا بهذه الحلقة الأستاذ في علم الاجتماع والباحث في القضايا الإقليمية دكتور طلال عتريسي. أهلا وسهلا فيك دكتور على بلاتو الأو تي في، ضيف عزيز دائما. رح بلش قبل ما نفوت باللي عم بيصير بالضفة الغربية، لأنه واضح أنه المشهد كتير كبير وكتير خطير، والنتائج المترتبة عن هذا التصعيد الإسرائيلي الكبير بالضفة الغربية خطيرة جداً. ولكن اليوم كمان في معلومات، خلينا نقول من امبارح بالليل بدأ التداول فيها عن مصادر موثوقة قيل عبر الزميل الميادين وحتى صحيفة الأخبار اليوم، أنه من داخل الكيان الإسرائيلي تثبتت أن عملية يوم الأربعين اللي نفذها حزب الله نجحت بالفعل، وست مسيرات على الأقل أصابت هدفها بقاعدة جليلوت، وهيدا سبب التكتم الإسرائيلي. أولاً دقة هذه المعلومات، حضرتك طبعا مطلع على هذه التفاصيل، وشو معنات أن تكون عملية الأربعين قد نجحت، خصوصا أنه السيد حسن نصر الله كان قال وكان واضح جدا بخطابه الأخير أنه نحن بعد ما كان عندنا معطيات كاملة كلبنانيين عن النتيجة. ما هي أهمية هذه النتيجة اللي حكي عنها اليوم؟ يبدو المعلومات دقيقة أنه نجحت المسيرات بالوصول إلى الهدف. هلأ بالإضافة طبعا يعني كمان زميلتكم الميادين عادة تنقل أخبار دقيقة، وعندها مصادر يعني بتقدر تجيب المعلومات الدقيقة، وبحسب التجربة بيأكد هذا الشيء الواحد. المصادر الإسرائيلية كمان يعني، وهي المصادر الموثوقة بتقول انه ايه في ست مسيرات يعني نزلت، هلا قديش حامله متفجرات ما بعرف، بس في ستة وصلوا من اصل ما بعرف 100 مسيره يمكن 50 مسيره. اهميه هاي العمليه انه هاي القاعده المهمه اللي حكى عنها السيد نصر الله، واللي هي يعني العقل الاستخباري للكيان الاسرائيلي وعلى كل المنطقه، على الأفراد وعلى الجماعات والخطط وكل هاي المسائل، أن تصل إليها المسيرات، معنى ذلك وست مسيرات معنى ذلك أنه حجم التدمير فيها هائل، وممكن كمان كما تسرب، وهذا بعده مش أكيد، أنه رأس هذه القاعدة يمكن كمان يكون قتل في هذه العملية. هيدا اللي نقلتها جاردين البريطانية اليوم عن مصادر أمريكية وبريطانية، مش مؤكد يعني، بس إذا ست مسيرات نجحت بالوصول بصير الاحتمال قوي. هلا أكبر شو أهمية ست مسيرات؟ أنا بقول كمان يعني بغض النظر إذا قتل فلان أو ما قتل فلان، أهمية أن تصل ست مسيرات رغم الغطاء الجوي الإسرائيلي، ورغم الادعاء الإسرائيلي بأنه هو شن يعني حرب استباقية. الحرب الاستباقية المقصود منها أن تمنع الطرف الآخر من أن يبدأ هو الحرب أو أن يبدأ، صحيح هذا الحرب الاستباقية، وبالتالي بتعطل له الخطط كلها. حرب استباقية كمان لازم نرجع نحن نذكر بأنه الأجواء كلها يعني السماء كلها مغطاية بال يعني الحماية الأمريكية والألمانية والفرنسية والأوروبية، كلها مغطينا في مواجهة احتمال إيران تضرب، ومغطينا بالمعلومات الاستخبارية بتحركات المقاومة بجنوب لبنان. رغم كل هذا الجو اللي سبقوا تهويل بالداخل اللبناني أنه إذا رديتوا إسرائيل رح تدمر لبنان، وهذا حرب مش قليلة كل العالم تتأثر فيها، كل العالم طبيعي. بتخاف أنه طيب إذا ردوا شو بنعمل؟ بنبقى نحن بالجنوب، بنبقى بالضاحية، بنهرب. ناس بلشت أصلا بيسألوا إذا رح تكون مقتصرة على مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، أو رح تكون شاملة على كل المناطق لبنان. والتهويل كان عم بيقول لا بده يطال كل لبنان. بظل هاي الأجواء ورغم كل الغطاء الجوي والعمل الاستباقي الإسرائيلي، قدرت المقاومة تنفذ عملية وتنجح، والمعلومات اليوم المتوفرة أنه نجحت والمسيرات وصلت، يعني القدرة على الرد تحققت، ومش بس أنه كانت موجودة. واختيار هاي القاعدة واللي شرحه السيد نصر الله يعني اختيار دقيق، وقال لهن
بيقدروا يضربوا بتل أبيب حيلا مبنى، حيلا منشأة، بيقدروا يضربوا شركة الكهرباء. بس لكن الاعتبار الدقيق اللي كمان الناس لازم تشوفه، أنه ما انضرب أي شيء مدني أو منشأة حتى ما يكون عند إسرائيل الحجة الإضافية لتوسع الحرب على لبنان، أو تضرب مدنيين أو بأي تضرب مدنيين أو تضرب يعني بأي مكان تاني. مشان هيك العملية دقيقة وناجحة باعتبارات مختلفة، بالاعتبار الأمني، الاستخباري، الدقة، المكان المستهدف، اعتبارات السياسية، اعتبارات حفظ المدنيين، اعتبارات حماية المدنيين، عدم إعطاء ذريعة لتوسيع الحرب في المنطقة. بكل هذه الظروف انعملت هذه العملية، والمعلومات تؤكد اليوم أنه هذه القاعدة اللي استهدفت، مش أنه يعني هني عم يضربوا شيء صاب شيء أو ضربنا وما استهدفت بالمباشر، يعني الهدف الدقيق. هذا يعتبر إنجاز، وإنجاز ردعي. دكتور، اليوم راح يطالبوا بكل بساطة عندما تسرب مثل هذه المعلومات ويكشف عن هذه المعلومات عن إصابة هدف دقيق، الكل راح يسأل، بعرف الجواب مسبقاً ولكن يجب أن نطرح السؤال، ليش حزب الله لا ينشر صوراً إذا مسيراته قدرت وصلت إلى هذا الهدف وخرقت الرادارات وصابت؟ يعني ممكن لمسيرات أخرى أن تكون قد خرقت المنظومة الدفاعية الإسرائيلية مرة جديدة وصورت ما حققته أهداف حزب الله، خصوصي أنه حضرنا الهدهد 1، 2، 3، 4، حضرنا حلقات عدة وشفنا أنه واصل إلى العمق حزب الله صحيح. عبر المسيرات. هلا هذا يعني كمان الصور اللي أرسلها الهدهد بيبين أنه كان في إمكانية للمقاومة لتقصف بأي محل من هول اللي تصور، وما قصفت وراحت على محل يمكن أصعب ويعتبر تل أبيب. هلا ليش ما صور؟ بعتقد في احتمالين. في احتمال أنه ممكن يكون مصور وناطر مثل ما بيعملوا عادة، يعني هني بيكون عندهم صور بينطروا الإسرائيلي لينفي وبعدين بيقولوا ليأكدوا هاي الصور، فبيكشفوه يعني أمام الرأي العام. وممكن لا يكون يعني المسيرات اللي كانت حامل الكاميرات مثلا يمكن ما قدرت صورت أو انضربت أو انضربت أو قبل ما تبعت صور أو شيء. هذا كمان احتمال، يعني في هول الاحتمالين. بس طالما أنه المعلومات اليوم تؤكد أنه حسب تكتم الإسرائيلي، الإسرائيلي ما نشر صور، ما هو كمان الإسرائيلي لحتى يقول أنه والله لا ضربي فاشلة كان بيقدر ينشر، صور. فكمان يعني هذا كمان السؤال يوجه للإسرائيلي، ليش ما نشر صور وقال إنه عملية فاشلة؟ في تكتم إسرائيلي. ليش؟ شو سبب هذا التكتم؟ هل هو خوف من إنه تتوسع هذه الحرب ويكون مضطر إنه يرد، والإسرائيلي ما بده يكون عم بيرد؟ لأنه شفنا نهار الأحد يعني حصلت عملية يوم 40 من قبل حزب الله، السيد حسن نصر الله طلع وأقفل الملف بطريقة كلنا كانت واضحة جدا، والإسرائيلي من تاني ميل كان إنه إذا اكتفى حزب الله ولقيها شو بيقولوا ضربة كافية نحن نكتفي بعدم الرد. هو الهدف من العملية، وهذا الشيء اللي يعني جربنا نقوله قبل شوي، التأكيد إنه قدرة الردع موجودة، وأنه نحن لن نسمح بأنه الإسرائيلي يتفلت ساعة البدو ويقصف ساعة البدو. أنه إذا أنت بتقصف بيروت وضاحية بيروت، تل أبيب أيضا تتعرض للقصف وضاحية تل أبيب. هذا هو الهدف. الهدف مش توسيع دائرة الحرب أو الصراع، ولا أنه هاي فرصة لنا لحتى نحن نقصف ونقتل. عشان هيك كنا عم نقول دقيقة القصة، الرسالة واضحة، الضربة دقيقة محددة. واللي قال عنه السيد أنه مش بس شجاعة، وفي عقل وفي حكمة، لأنه حتى بالحرب المقاومة تشتغل بعقل أكثر من الجمهور. يعني الجمهور متحمس من أول يوم أنه يلا ضرب وخصوف وكذا وكذا، يعني مش هيك، في مسؤولية كبيرة بالقصة. هلأ إسرائيل اعتبرت باغتيال الحاج محسن فؤاد شكر أن وجهت ضربة قاسية لحزب الله ستمنعه عن القيام بأي عمل عسكري. هل نقل حزب الله مستوى العمل العسكري إلى العمل الأمني؟ لأنه واضح بعملية يوم 40 منه بس
عمل عسكري، لا في عمل عسكري ولكن سبقه تخطيط أمني كبير جدا. يعني إسرائيل بالقدرة على العمليات الأمنية أقوى من حزب الله وقدراتها أكثر، واللي بيقدموا له معلومات استخبارية أكثر. كل الدول بتقدم له معلومات على الأرض وبالجو وكل المحلات. يعني ما في بلد بالعالم خصوصا الدول الغربية وحتى غير الغربية إذا عندها معلومة أو صورة عن حدا. هلا يعني الشهيد فؤاد شكر صار له 40 سنة بيلاحقوه، وحاطين 5 ملايين دولار كاينين للي بيعطي شوية معلومات عنه. يعني هلا بعد 40 سنة ماشي، يعني ضبوا الخمس ملايين. يعني ف ايه في قدرة إسرائيلية أكبر والمدى مفتوح قدامهم أكثر. يعني الإسرائيلي بيقدر يتنقل بكل أوروبا مستبيح مرتاح، ببعض الدول العربية بيتنقل مرتاح، تعاون الاستخباري مع دول عربية مع دول أجنبية مفتوح. حزب الله ما بيقدر وما عنده إمكانية يتعاون أو يجيب معلومات استخبارية من مصادر واسعة ومتنوعة، مشان هيك ما بيقدر يروح أنه والله في جنرال بالجيش الإسرائيلي فايت عبيته أنه بيقدر يلحقه وكذا، مش بهالقدرة. بس قاعدة موجودة، إيه بيقدر يقول أنا بدي أضرب هاي القاعدة العسكرية. أوكي. فمشان هيك هو يعني عمل هيدا الرد بما يوازي العملية اللي حصلت بالضاحيه الجنوبي، وتجنب قتل المدنيين كمان. يعني هو هي اذا بدك مستوى اخلاقي اعلى، رغم انه يعني الحزب يعتبر المدنيين باسرائيل كلهم مستوطنين، ورغم انه الاسرائيلي ما فيك تراهن على اخلاقيته بعدم الرد على المدنيين. هو يعني هذا شيء مش موجه للاسرائيلي، هذا موجه ليقول انه نحن ما بدنا نفتح حرب مدنيين. اوكي، هذا المقصود منه. يعني بالمقابل التكتم الاسرائيلي، هل هو إضافة إلى ربما دليل ضعف كتير كبير بالداخل الإسرائيلي، هل تعتبر دكتور أنه بهذه الطريقة الإسرائيلي خلص أخذ القرار بعدم الرد كليا وطوى صفحة اغتيال فؤاد شكر إلى وما من دون رجعة له؟ إلى حد كبير. يعني هو كان حقيقة مفاجئ أنه الإسرائيلي بعد الضربة أول شيء ما بيّن، ما حكي أنه هاي ضربة فاشلة، صحيح ما قال أنه هاي ضربة ما إلى طعمة مثلا. اثنين، مباشرة قالوا انه اذا هيدا حزب الله يكتفي بهيدا الرد نحن بنعتبر خلصنا، مش عم يفتح حساب جديد، يعني هو عم يسكر الحساب. والمقاومة من جهتها ايه بتتسكر هيدا الحساب، بس هيدا ما بيعني انه الاسرائيلي يعني لاحقا رح يبطل يفكر بهيك عمليات، مش معناتها انه خلص هو تاب يعني، بس على الاقل صار يعرف انه هو في ثمن لعمليات من هذا النوع. هلا فما بالك اذا بعدين اجى الرد الايراني، واصل على الرد الايراني بعد شوي. ايه بس انه عم اقول انه يعني الاسرائيلي اعتبر انه هذا الرد ريحه، رغم انه الضرب قاسية على القاعدة الاستخبارية المهمة، بس ريحه لانه ما كان عارف الرد وين بده يجي وكيف بده يجي. مرقت بعض الفيديوهات احد الاسرائيليين كان عم بيقول يا خي يضربونا وخلصونا، انه نحن بدنا عم يستجدي الضربه بس بدنا نرتاح. لانه الخوف من الضربه اصعب من الضربه نفسها. فمشان هيك الاسرائيلي هو بده يسكر هذا الملف، بالمقابل المقاومه بدها تسكر الملف، يعني ما بدها يضل الملف مفتوح لاعتبارات كمان التاخير بالرد نفسيا منه منيح، وحتى عسكريا مش منيح، حتى بميزان الردع مش منيح. يعني انت تضل شهرين ثلاثه مثلا، رغم انه الاسرائيلي يعني متوتر ومستنفر وخيفان وكذا، بس لكن هلا حصل التقدير، يعني المقاومه تعرف كيف تقدر. وبنفس الوقت انه ملف بهاللحظه بقلب الحرب في ملف تسكر، بس لكن الحرب بعدها مفتوحه. هون بدنا نسأل، الحرب بعدها مفتوحة، بس الحرب بعدها مفتوحة إلى أي مستوى؟ إذا كان الإسرائيلي بده يحسب 100 حساب ليعمل عملية أمنية من نوع اغتيال القائد فؤاد شكر، بس مين بيقول إنه الإسرائيلي ما بيفكر يعمل عملية عسكرية بجنوب لبنان؟ بيخدنا هذا الموضوع لا تصريح حليف حزب الله، ما بدي أقول السابق، ولكن أحد أكبر أصدقاء رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بالأمس، يلي قال فيه وأعرب عن خشيته من أنه إسرائيل تفكر باحتلال جنوب الليطاني لإقامة منطقة عازلة،
وحكي أكثر من هيك عندما تحدث أنه نحن نعيش نوع من حرب عالمية ثالثة. مين قال أنه الإسرائيلي ما بقى يفكر بعملية اجتياح بري، ربما بغطاء جوي أو غيره، أي عملية عسكرية ضد لبنان؟ هلا تقدير الرئيس هون طبعا يناقش، لكن أنا بدي أفترض أنه تقدير صحيح أنه إسرائيل بفكر. هلا في تصريحات إسرائيلية بتحكي هيك كمان، يعني بعض الشخصيات، بعض المتدينين المتشددين وحاخامات وغيره، انه نحن بنرجع الحل، نحتل جنوب لبنان واباده غزه كلها ونعمل منتجعات بغزه. يعني هل هي اضافه لها؟ جالنت ونتنياهو توافقوا امبارح مع رغم الخلاف بيناتهم انه توسيع اهداف الحرب بجبهه لبنان. هلا يعني اذا هذا التقدير صحيح من قبل الرئيس عون، هذا بيعني شو؟ يعني انه لازم المقاومه تكون أقوى وتكون حاضرة أكثر، يكون في التفاف قوي حولها لمنع تحقيق هذا المشروع. هذا بيعني هيك. هلا من جهة تانية، لو الإسرائيلي هلا على الأقل، هلا بعدين ما بعرف شو بصير، بس على الأقل هلا لو الإسرائيلي قادر يفوت على جنوب لبنان ويريح حاله من رعب الشمال اللي بسميه هو، كان فات. شو ناطر؟ يعني وهذا شيء صار مكرر، انه الاسرائيلي كان بالاول ينطر اي ذريعه، انه بال 82 محاوله اغتيال سفير اسرائيلي بلندن وما مات، اجتاحوا لبنان. اي شيء كان ينطر. بال 2006 خطف جنديين، عمل اجتياح. طيب هلا صار نازل عليه 5000 صاروخ، وهذا 5000 مبرر انه فوت. حساباته شو بدك باللي بيتحمسوا؟ حسابات السياسيين غير حسابات العسكريين بإسرائيل. العسكريين عم بيقولوا ما فينا. حتى اليوم عم بسمع أحد الحاخامات عم بيقول ما فينا نفوت، نحن مش مدني يمكن كمان، إنه إذا منفوت بحرب مع لبنان ومع حزب الله دولة إسرائيل تنتهي بثلاث أيام. هو عم يحكي، هو محذر منا كمان لواء احتياط بالإسحاق بريك يلي معروف دائما بيصرح بيحكي إنه إحنا ما فينا، وأي حرب منفوت فيها بداية النهاية لألنا. بالأحلام الإسرائيلية وبأحلام بعض الناس بإسرائيل إنه نحن مزبوط، وبالنسبة للحل هو يأخذ جنود لبنان لا يريحوا راسهم، بس عمليا مش قادرين، حاليا مش قادرين. حرب الشمال ورعب الشمال يستنزفهم لأول مرة. المستوطنين بيتهجروا لأول مرة بتاريخ هذا الكيان. عادة نحن بنتهجر، نحن بنهرب، نسوان الأولاد بضبوا أغراضهم وبيهربوا. هلأ الإسرائيلية هربوا من الشمال، مثل ما نحن عم نقول هلا بدها تفتح المدارس ولا ما تفتح المدارس. هلا هني عم بقولوا شو نسجل ولا ما نسجل. هلا نحن اكيدين اكثر انه في عام دراسه، في عام دراسه عندهم، مش أكيد الموضوع. وبدهم يسجلوا بمدارس بمناطق ثانيه، معناتها بدهم يغيروا سكنهم، معناتها بدهم يستاجروا او يشتروا او يعني عم تقول بلغة تانية دكتور عتريسي إنه المنطقة العازلة لن تكون بالداخل اللبناني، إذا بدها تكون بالجانب من فلسطين المحتلة، بالجانب الشمالي. حتى الإسرائيلي عم بيقول إنه يعني حزب الله عمل منطقة يعني عازلة عنا بدل ما نحن نعملها عندهم. واقعا هيك صار، وبالتالي الإسرائيلي بالمبدأ بفكر هو إنه والله يوسع وياخد، بس بعتقد يعني انتهت هاي القصة. إسرائيل اليوم عم بفكر يحافظ على الكيان بحدوده الحالية. إسرائيل التوسع ما عاد في إمكانية، يعني بالنظر موجودة بس بالإمكانية ما عادش موجودة. هلأ بنحكي عن إسرائيل التوسع بس ننقل على الداخل، بس خليني خلص لكينا من الردود. إذا عم نحكي باحتمال أنه خلص إسرائيل أقفلت على رد حزب الله، ما عم بتفكر ومنا قادرة تخوض حرب ضد لبنان أو اجتياح لجنوب لبنان، كنت عم تقول حضرتك قبل شوي ما بالهم لو أتى الرد الإيراني. ليش عم نحكي هيك؟ خصوصا أنه إيران بعدها لهلأ مأخرة، مع العلم أنه الشخصية اللي اغتيلت على أرضها هي رئيس المكتب السياسي طبعًا لحركة حماس طبعًا. مش بشخص إسماعيل هنية، ولكن بوزن ما تمثله حماس اليوم ورمزيته بهيدي المعركة ورمزيته حكما. وبالتالي ليش إيران مأخرة الرد؟ إلى أي مدى؟ وكيف هذا الموضوع رح ينعكس؟ يعني إسرائيل ستتعامل مع إيران مثل ما تعاملت مع حزب الله اليوم ولا لا؟ رح ترجع ترد
مثل ما صار بعد رد إيران على هجوم. شوف أنا بميز بين يعني أطراف محور المقاومة وجبهة المساندة. إيران كدولة أمم متحدة حركتها أنه بدها ترد على دولة تانية وهي وضعها مش مثل إسرائيل. يعني إسرائيل بتضرب وما حدا بيحاسبها وما حدا بيستنكر مثل ما كنا عم نحكي، وما حدا بيقول ليش عملتي هيك. محكمة العدل الدولية طلعت قرارات، المحكمة الجنائية الدولية طلعت قرارات، طلعوا ناس من الكونغرس يهددوا أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، هددوهم مثل يعني شيء ناس يعني فلتانين يعني. إيران ما في حدا يعني يقول إيه معليش ليش عملتي هيك. حسابات الدولة اللي هي إيران غير حسابات تنظيم أو غير حسابات أنصار الله أو مقاومة بالعراق. إيران دولة عم تعمل حركة دبلوماسية بالأول، حكيت مع منظمة المؤتمر الإسلامي، عملت اتصالات عربية، عملت اتصالات حتى مع أوروبيين إنه أنا هيدا حقي، أمم المتحدة يعني القانون بيسمح لي إنه أنا رد الاعتداء. وبنفس الوقت هلأ كل الفضاء من إيران لإسرائيل مسكر، مسكر كمان شركة طيران كلها بعدها عم تلغي على والبوارج والقبب الحديدية والمعلومات والاستخبارات كلها. يعني إذا إيران بدها تطلع شيء بهاللحظة هاي أكيد ما بيوصل، يعني أو ما بعرف قديش بيوصل منه. هلأ هذا ما بيعني أنه ما في رد، لأن في قرار بالرد من المرشد أنه إسرائيل يجب أن تعاقب على الاعتداء الذي حصل. حتى لو توصلوا لاتفاق حول الأسرة ولو كان مستبعد لليوم، حتى لو صار في اتفاق هلا ممكن هذا يصير وضع جديد، ممكن يصير وضع جديد. يعني إذا طلعوا بكرة وقالوا نحن أعلننا وقف إطلاق النار بشكل نهائي بغزة، ممكن يصير في لأنه كان في جو حول إيراني أنه ممكن قد نعدل عن الرد إذا حصل ممكن اتفاق. يعني ما حدا قال بشكل رسمي صحيح، بس أنه أنا عم بفترض أنه حدا يجي يقول لي هلأ أنه خلاص نحن حنوقف وقف إطلاق النار وإيران ما ترد، قابل للبحث. يعني في شيء منطقي بيمكن إيران تقول لا، هلأ حزب الله قال أنا ما خصني من الأول، لم يربط الموضوع بالمفاوضات، مش ضروري يكون نفس الموقف. مثلا يمكن إيران تقول أوكي ماشي الحال نقبل نحن، لأنه الهدف هو أولا وأخيرا هو وقف إطلاق النار بغزة. يمكن أنصار الله يقولوا لا نحن بدنا نرد. أوكي. مشان هيك المواقف تختلف بحسابات كل طرف في وضع كل طرف، لأنه كمان إيران بتحسب طيب أنه أنا يعني برد، وبنفس الوقت نفس الهدف هو أن يشعر العدو الإسرائيلي بالألم أكثر من الإنجاز اللي حققه بالعملية الاغتيال، وبنفس الوقت ما يؤدي هذا الأمر إلى توسعة الحرب. هاي هي المعادلة الصعبة واللي حزب الله عملها، بس حساباته أهين بمكان لأنه مثل ما نقول تنظيم وليس دولة. صحيح. بعكس إيران عم تحسب حساب الدولة طبعا إلام الإسرائيلي والرد على نوعية الشخصية اللي تم اغتيالها على الأراضي. تمام. بعد الفاصل دكتور عتريسي بدي أسأل كمان عن مدى ارتباط ما تقوم به إيران بعد الحكومة الجديدة وانتخاب الرئيس مسعود بازشكيان بكل حرب غزة، انفتاحها على الغرب، البرنامج النووي الإيراني، كل ذلك، دخول الجيش الإسرائيلي وعمليته العسكرية الأوسع منذ العام 2002 بالضفة الغربية. ولكن بعد هذا الفاصل القصير ومنرجع لنتابع نبض بيروت من الأو تي في. رجعنا لنتابع نبض بيروت وضيفنا دكتور طلال عتريسي الأستاذ بعلم الاجتماع والبحث بالقضايا الإقليمية. قبل الفاصل كنا ختمنا وقلت بدي أسألك بعد الفاصل عن إيران. الكثير عم يربطوا عدم رد إيران أو تأخير برد إيران على اغتيال إسماعيل هنية كمان بمتحول سياسي كتير كبير صاير داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. طبعا عم نحكي عن رئيس إصلاحي مسعود بازشكيان، نتحدث عن مستشار له هو محمد جواد ظريف يلي بفترة من الفترات يقال أنه كان في مواقف أو اختلافات تما نقول خلاف بينه وبين المرشد الأعلى بالجمهورية الإسلامية. أضف الحكومة الإيرانية يلي افتتح أعماله وزير الخارجية عباس عرقجي، ما بدي أقول بمهادنة ولكن بفتح أو مد اليد
إلى الحوار مع الاتحاد الأوروبي إمكانية إعادة إحياء البرنامج النووي الإيراني. هل هناك موازنة بالنسبة لإيران بين ما يمكن أن تحققه على مستوى مصالحها الاستراتيجية بمقابل عدم الرد على اغتيال إسماعيل هنية؟ شوف، بإيران يعني الحكومة الجديدة والرئيس الجديد بوزوكشيان اللي بينقال أنه إصلاحي، هلأ صار معلوم أنه بإيران الإصلاح في ألوان متدرجة والمحافظين في ألوان متدرجة، يعني في هلأ ما بعرف إذا بلش من تحت أو من فوق، اللون الأغمق يعني خليني أقول اللي هو الإصلاح المتشدد مثلا، في المحافظ المتشدد بتطلع بخف اللون تدريجيا، بوزوكشيان بالنص وأقرب لتحت، يعني أقرب للإصلاح المتشدد من لا يعني أقرب إذا بدك يعني، أو خليني أقول من النص ولفوق أقرب للإصلاح المعتدل. معتدل وبالمحافظين في هيك التركيب اللي عملها اللي هي تركيبة الوحدة الوطنية أو الكل يشارك أو شيء، فيها خمسة من الحكومة الرئيسي وفيها خمسة من اللي يعتبروا معتدلين يعني بين الإصلاحي والمحافظ، وفيها إصلاحيين أربعة أو خمسة، وفيها خبراء تكنوقراط تكنوقراط هذا النموذج اللبناني كاسح العالم صار، وفيها عسكريين اللي هني حرس وحكما قيادات عسكرية. فتركيبة هاي اللي زعجته لظريف بالأول واستقال قبل ما يرجع عن استقال. قبل ما يرجع اعتبر هو انه مش هاي التركيبة الإصلاحية 100%، مشان هيك نحن بس بنقرا حكومة وزوكشيان بدنا نشوفها هيك مش حكومة إصلاح والله راكدة عند الغرب والله هي مبعدة عن المرشد. وزوكشيان قال عادة في مناصب حساسة بأي حكومة المرشد بيكون له رأي فيها من الخارجية والأمن وغيره دفاع. هلأ الخارجية والأمن والتربية وغيره وغيره هول كلهم أخذوهم محافظين كانوا بحكومة رئيسي. حتى عرقجي وين كان قبل ما يجي؟ كان يعني مركز الدراسات الاستراتيجية اللي برأسه كمال خرازي اللي هو عند المرشد والخارجية، بس كمان كان بفريق محمد جواد ظريف يلي عمل الاتفاق النووي مع الغرب. مزبوط. وإيران هول ما راح يفاوضوا من راسهم، صار في اتفاق في داخل إيران، مجلس الأمن القومي وافى، المرشد وافى، قال لهم روحوا فاوضوا إذا أنتم مقتنعين بالطور، روحوا فاوضوا، فاوضوا بعنوان مرونة المصارع، يعني روحوا قاتلوا وعملوا شوفوا كيف شو بدكم تعملوا كذا وكذا. هلا وين المشكلة؟ إيران ولا مرة قالت أنا ما بدي أحكي مع الأوروبيين. شوفي بعد ما طلعوا من الاتفاق النووي قد ايه عطوا فرص للأوروبيين. الأوروبيين يقولوا لهم ما تطولوا بالكم وما تطلعوا وتروا علينا شهر، يقولون طيب. يروح شهر اثنين ثلاثة إيران شو يعملوا؟ يزيدوا التخصيب. يقولون للأوروبيين يا عمي نالكم طولوا بالكم اعطونا ثلاثة أشهر بعد، يقولون طيب ثلاثة أشهر ما يعملوا شيء الأوروبيين. بعدنا عم نحكي كنا قبل الهواء انه الاوروبي ما عنده راي، الامريكي بيضغط عليه، الامريكي بيضغط عليه، فصاروا يعلوا التخصيب الايراني. وبعدين اللي افشل الاتفاق مش المحافظين مثلا ولا الاصلاحيين اللي يعني اجوا مع روحهم، افشلوا هن الامريكان. من شان هيك المشكله هلا مش انه يعني التفاوض مع الاوروبيين، ايران ما عندها مشكله تحكي مع الاوروبيين، المشكله انه يعني حكومه بوزوكشيان او وزير الخارجيه او ظريف ما راح يبلش من الصفر، راح يبلش من المحل اللي انتهى فيه الاتفاق النووي. يعني عم نحكي على الاتفاق يلي مزقه دونالد ترامب. ايه طيب. على العلم انه هون النقطة الأساسية انه دونالد ترامب ما كان رافض للاتفاق بحد ذاته، كان طالب ينضاف عليه ما هو مرتبط بالصواريخ البالستية. وهذا ما بعرف إذا بعد بفيده هيدا البند اليوم بعد حرب غزة، يعني أصلا ما له علاقة بالبرنامج النووي، يعني صار اتفاق على شيء تاني. فمشان هيك الصعوبة اليوم اللي بده يواجهها هذا التوجه
مش أنه أصل الحوار ولا أصل الحكي مع الأوروبيين أنه أنت عملت اتفاق والأمريكي أطاح فيه، هلأ أنت على شو بدك تتفاوض؟ أوكي، يعني بدون يحطوا الأساس اللي رح يتم التفاوض عليه ومع مين؟ طيب بدون يفاوض بالضبط. وهلأ وقبل يعني ما تتشكل هاي الحكومة وخلال السنتين الثلاثة اللي مرقوا ما كان في تواصل، كان في تواصل للعودة للاتفاق وما عم تزبط، والإيرانيين عم بيقولوا له يعني باقري كاني وعبد الله يان كان عم يحكوا مع الأوروبيين ويوصلوا للأمريكان إنه خي نحن بنرجع للاتفاق، بس شو بيضمن إنه ما تطلعوا منه مرة تانية؟ بدنا ضمانات، ضمان إنه أنتم اثنين. طيب يا خي إذا نحن رحنا رجعنا على الاتفاق وقبلنا معكم، طيب في شركات بدها تجي تشتغل، إذا أنتم طلعتوا من الاتفاق هاي الشركات أعطوها 5 سنين لتكفي شغلة مثلا، فاتوا بالتفاصيل. ما مش الحال. السؤال هلأ شو كيف بدنا يعملوا؟ منين بدنا نبلش التفاوض؟ هذا القصة. يعني ما لها علاقة بقصة الرد، ما عم تربط هذا الموضوع. لا لا ما لها علاقة ولا لها علاقة بطبيعة الحكومة. أوكي. بوزكشان قال، كنا عم نحكي عن أنه هو عادة المرشد يعني له رأي بوزارتين ثلاثة. بوزكشان ريح حاله، أخذ كل التركيبة عند المرشد. قال له شو رأيك؟ هذا شيء إيجابي. المرشد شو قال؟ قال في أنا قسم كبير ما بعرفهم. تركته للرئيس الحكومة وللبرلمان. بإيران في شيء كمان يمكن الناس ما بتعرفه، بيصوتوا على كل وزير بوزيره. صحيح. مش بالجملة. صحيح. وصارت كان برلمان محافظ ورئيس محافظ أيام أحمدي نجاد. كذا وزير النفط، وزير ما بعرف شو كذا، ما قبلوهم. كانوا يرفضوا. يضطروا. وكله محافظ. مش بالجملة، يعني نحن هون ببلش تسلم وتسليم قبل ما نطلع مراسيم الحكومة. نطلع مراسيم الحكومة. دكتور خلصنا من قصة الرد، يعني كمان الإسرائيلي يجب أن يترقب الرد الإيراني. طبعاً. هل بتتصور أنه يكون في رد إسرائيلي على رد الإيراني أو بدنا ننطر طبيعة الرد كمان؟ بستبعد كمان. طبعاً له علاقة بالهدف، وإيران أكيد الهدف رح يكون مدروس مثل ما حزب الله درس الهدف بحجم الوحدة الاستخبارية من تاريخه. ما بعرف إذا بعد في شو وحدة تانية مثل، لأنه المفارقة أنه نهار الأحد يعني من وراء الضربة اللي نفذها حزب الله الطيران ما طلع فوق غزة، الطيران الإسرائيلي ما قدر نفذ طلعات جوية فوق غزة. هيدا كمان يعني ممكن هلأ نحكي بعد شو أنه الإسرائيلي يعني رغم كل شيء اللي عم يعمله يعني إيدام ربطين، من ما عم يقدر يعني يعني إذا بدك يهدد ونفذ مثلا، بيضرب وبينطر، وأنه إذا أنتوا ضربتوا طيب خلص أنا بوقف. هذا مش هو الإسرائيلي، مش هذا الإسرائيلي نحن بنعرفه يلي معودين عليه. في شيء عم يتغير. هلا ممكن نحكي شوي شو كيف عم شو يتغير. شو اللي عم يتغير؟ فينا نفوت من هيدا المدخل لهيدي النقطة من ما يجي اليوم. إذا الإسرائيلي عم يتغير دكتور طلال عتريسي وعم تقول أنه أوكي ما عم يهجو مثل ما قاله بالعادة، ما عم بيروح للماكسيموم مثل ما قاله بالعادة، ولكن البعض بيقول أنه كمان عم يستفيد من حروب الاستنزاف يلي عم بيخوضها بغزة ليكون في تدمير تدريجي لحركة حماس، وهي بالمفاوضات كل يوم في مطلب جديد. هلأ إصرار على فيلادلفيا وممر نتزاريم، وكلنا بنعرف أهمية هالممرين خصوصا نتزاريم، لأنه إذا سيطر على الشمال معناتها قدر حصر الفلسطينيين بالجزء الجنوبي وجبرهم شوي شوي أنه يروحوا على التهجير الطوعي من دون ما يكون مضطر يقصف. بالضفة الغربية صحيح الفصائل الفلسطينية كمان كانت العمل تبعها خجول يمكن بأول أشهر، بس اليوم كمان في نمط متسارع بعد الدخول على شمال الضفة والمخيمات بهذه المناطق. معناتها الإسرائيلي إيه كمان لا مش عم يتخلى عن أسلحته، ولما يسيطر على غزة والضفة الغربية قضى على القضية الفلسطينية. إذا ما كان في وجود فلسطيني على الأراضي المحتلة شو بعد بيبقى من مبدأ حل الدولتين؟ صحيح صحيح. أول شيء هلأ طبعا في أكثر من نقطة، أنا بعتقد حل الدولتين يعني هو مشروع أمريكي أوروبي أمم متحدة عربي، مشروع على أساس أنه حل الدولتين بيعمل سلام. فعلا هو ما بقى في شيء من حل الدولتين، فعليا هلأ ما بقى في شيء، وخلال 30 سنة ما كان حدا عم يشتغل فعليا لحل الدولتين. نحن نذكر باتفاق أوسلو ب93 عشو نص اتفاق أوسلو؟ مفاوضات 5 سنوات بعدين بصير في دولة فلسطينية. صحيح.
93 لهلا كم سنة صرنا؟ صار في خمس سنوات. خمس سنوات. ولا أي تقدم، بالعكس المستوطنات زادت، قدم الأراضي الفلسطينية بالضفة زاد. يعني مشروع دولتين خلاص واحد بينسى. اللي تغير ومظبوط في استنزاف بغزة، بس بنفس الوقت في استنزاف الداخل الإسرائيلي، هذا جديد. إسرائيلي ولا مرة بحياته كلها من وقت ما تأسس هذا الكيان كان يستنزف، ولأول مرة نشوف هذا المشهد. يعني في مشهد المجازر بالضفة بغزة، طبعا بالضفة في مجازر كمان، وفي يعني ضغوط، في محاولات تهجير، في محاولات أنه الإسرائيلي يعني يبقى أو يقضي على حماس، مزبوط هذا مشهد، بس في مقابله مشهد تاني بقلب الكيان الإسرائيلي. لأول مرة الجيش بيقول أنا ما بقى فيني خوض حروب جديدة، الجيش بيقول هذا الحرب بغزة ما إلى نهاية ولن تحقق النصر، ولن تحقق النصر، ما فينا نقضي على حماس. لأول مرة، لأول مرة خلافات داخل الحكومة بأثناء الحرب، وخلافات بين المستوى السياسي والمستوى العسكري. لأول مرة مثل ما كنا عم نقول قبل شوي أنه الإسرائيلي بيعيش الحرب بالداخل، هذا كله غير مسبوق. هلأ أنا اللي عم شوفه جديد، اللي عم يصير بالضفة، إسرائيلي اعتبر أنه 27 عم بيخوضه حرب، ما بعد 27 حرب وجودية، هذا كأنه في شيء حقيقي منه. يعني كأنه الإسرائيلي اليوم عم يتصرف مثل الوقت اللي إجا بال 48، يعني بده يهجر الناس، حرب نكبة جديد، ايه بده يهجر الناس ويقتل الناس ليقعد، حاسس حاله هو هلأ مش مرتاح. هذا جديد يعني بعد كل هاي السنوات، ولا يشعر بالاستقرار وأنه هو هاي الأرض لأله، كأنه هلأ جاي هو، وأنه الفلسطيني موجود وحامل سلاح وعامل إنجازات. وبرا عكس نظرية بن غوريون، لأنه إحنا لازم نعمل طوق من الدول الصديقة اللي تحمي إسرائيل، في طوق اليوم يهدد إسرائيل ويستنزف إسرائيل، مشان هيك إسرائيل عم يعني تستنزف. وبعدين إسرائيل شوف يلا هي راحت ضربت بإيران وضربت بالضاحية، بنفس الوقت ركضت عند الأمريكان حمونة، هذا اللي صار. يعني ما قدرت تحمي حالها، ما عادش تحمي حالها. المعادلة لتأسيس هذا الكيان، شو بدي بتركيبة أنه اليهود وشعب بلا أرض وأرض بلا شعب وكذا، تأسيس الكيان الإسرائيلي اللي هو لحماية المصالح الغربية، وقال نتنياهو بالكونغرس قال نحن حماة المصلحة الغربية، نحن حماة الغرب ضد التوحش. قال هو لأنه بسلام عم بيتعامل، هو حضاري ومتمدن وكذا، بس فعليا شو؟ فعليا هيدي الدول اللي خلقته ليحمي مصالحها صاروا هني عم يحموا. هيدي المعادلة الجديدة. بدنا نروح إلى فاصل، بعد هذا الفاصل إذا كان الكيان الإسرائيلي ما قادر يحمي حاله ويعيش حرب وجودية، على أي أساس لازم ننسى حل الدولتين؟ ولكن بعد هذا الفاصل ونرجع لنتابع مع دكتور طلال عتريسي. رجعنا لنتابع القسم الأخير من نبض بيروت. دكتور عتريسي، طرحت السؤال قبل الفاصل بس هنرجع نكرره كرمال المشاهدين، إذا كانت إسرائيل تعيش حربا وجودية، ليش بدنا ننسى مبدأ حل الدولتين يلي ممكن يكون أول خطوة بالنسبة للفلسطينيين لحتى يبنوا دولتهم؟ هلأ الفلسطينيين عموما ما رفضوا حل الدولتين، بس عمليا لا الولايات المتحدة الأمريكية جدية بموضوع حل الدولتين، ولا الإسرائيلي بتكوينه بطبيعته بعقيدته يقبل بحل الدولتين، وأنه هو بياخد نص إسرائيل والفلسطيني بياخد نص إسرائيل. هو يعتبر أنه كل إسرائيل لإله، وهذا الفلسطيني إما أن يبقى ويخضع بشغله عنده بالمزارع والمصانع وما بعرف شو، وإما أن يرحل. هذا التفكير الإسرائيلي هيك. الأمريكان ما في رئيس ما إجا وقال عن حل الدولتين، بس ما في حدا اشتغل فعليا لحل الدب. كان كل سنة الإسرائيلي من أيام رابين وشامير وما بعرف مين وغيره
كله كان يزيد المستوطنات. وهي الدولة الفلسطينية وين بدها تكون؟ بدها تكون بالضفة وبغزة. مع العلم أنه عمليا ما حدا عارف كيف بدها تنوصل الضفة بقطاع غزة مبدئيا يعني. وعدا عن أنه الضفة هي كلمات متقاطعة يعني بازل ومخروق بمية مستوطنة ومستوطنة يعني. فمشان هيك يعني الغرب منه جدي والإسرائيلي منه جدي لأنه كمان ما حدا بيضغط عليه. مشان هيك الفلسطيني راح على المقاومة أكتر لأنه ما شايف في حل أنه والله يريحه ويرضيه. ماذا لو خسر الفلسطيني بالمقاومة؟ حتى السلطة الفلسطينية اللي هي ضد المقاومة واللي هي مع التفاوض واللي هي مع شو بت يعني أمنيا بتشاوروا مع الإسرائيلي وكذا قدام طريق مسدود. هلأ قدام طريق مسدود السلطة الفلسطينية ما قادرين يمشوا. المقاومة ممكن تخسر جولات وبالسابق خسرت جولات بس بالنهاية الإسرائيلي لن يكون مرتاح. هيدي أهم إنجاز اليوم تحقق رغم كل التضحيات. يعني شوف هلأ بغزة ما هو في أكثر من مشهد. أحيانا في حدا بيركز على مشهد واحد بس في أكثر من مشهد. طب لحد هلأ حد هلأ امبارح أول امبارح حتى بغزة أطلقوا صواريخ من غزة على غلاف غزة وعلى تل أبيب حتى أكثر كمان وعلى تل أبيب. بعدين أنت عم تحكي سنة 11 شهر شو يعني؟ يعني هاي ناس عندها إرادة وعندها إمكانات وعندها قدرات رغم كل خسائر والتضحيات. بس الكل شو بيقولوا مؤكد أنه هذه الحرب ستطول. حتى الجانب الإسرائيلي قال أنه قد تمتد سنوات يعني ما عندهم مانع يروحوا فيها للآخر. هلأ هاي معادلة جديدة معناتها الاستنزاف كمان على الإسرائيلي رح يطول. وأنا تقديري أنه استنزاف الإسرائيلي أكثر جدوى من الحرب عليه من الخارج. بس هيدا ما بيكون عم بخاطر كمان باستنزاف الفصائل والقوى المقاومة الفلسطينية؟ لا في حرب بتصير في حرب استنزاف بلا بس انه انا ما فيني استنزف الاسرائيلي وانا قاعد عم شم لانه كمان هيدا الى وجه خطر على المدى البعيد. يعني اليوم لما نحكي كمان باستنزاف قوى فلسطينية منا جيوش نظامية قدرتها على الاستمرار كمان منا بمستوى الجيوش النظامية خصوصا جيش مثل الجيش الاسرائيلي مسلح وكل جهاز يسلحوه اذا ضعف بمرحلة من المراحل قد يكون أسهل لقمة سائغة مثل ما بيقولوا ما تبقى من الدولة الفلسطينية لتصير تحت السيطرة الإسرائيلية. هيدا بيسهل تطبيع كل الدول العربية مع الإسرائيلية وفي كتير يعني كانوا على أبواب هذا التطبيع قبل طوفان الأقصى وتغيير وجه المنطقة. الآن برأي الدولة الفلسطينية حطيها على جنب منا مشروع مطروح ولا حدا عم يحكي فيه. أخذوا قرار بالكنيسة قرار رسمي بالكنيسة برفض برفض إقامتها. صحيح. شو يعني؟ يعني انسوه لازم تنسوه نحن ننساه ومنه هو الحل. يعني شو بدك منه هو الحل طبعا بس هذا كلام كتير كبير دكتور عتريسي. شو الحل ساعتها؟ منه الحل حل انه الاسرائيلي يفلوا محل ما اجوا. بس هيدي كتير 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 مدى طويل. إذا الإسرائيلي عم بقول أنا ما بدي أعطي دولة فلسطينية والكنيسة تصوت والأمريكاني ما عم يشتغل لدولة فلسطينية شو الحل؟ إذا كانت التسوية الكبيرة بالمنطقة فرضت إسرائيل كقوة موجودة شو هي التسوية الكبيرة؟ بصرنا 40 سنة بيحكوا فيها. في أكثر من مؤتمر مدريد، في أكثر من مبادرة العربية بال 2002، في أكثر من هيك. بس اليوم لما تشطب قضية فلسطينية بهذا الحجم وبهذا التاريخ جربوا يعني حضرتك عم بتقول أنه حرب لا تنتهي بشطب القضية الفلسطينية حتى لو لم تؤدي إلى إنشاء طبعاً دولة فلسطين. طبعاً ما بيقدروا صار 40 سنة أوسلو صاروا من 93 بعدنا عم نحكي وأوسلو يعني أنه خلصت المقاومة. أوسلو يعني أن نحن بناخذ دولة فلسطينية بالمفاوضات. ما بعدنا عم نقول أنه لأنه هيدا الشيء ما وصل ولا لمحل مقاومة قويت وصارت هي خيار أقوى. لو كانت نجحت أوسلو بتجيب دولة فلسطينية كان صرنا بمنطق تاني. بس هيدا معناتها أنه المنطقة رح تبقى مفتوحة على جولات متتالية من الحروب لعقود ما بنعرف لعقود أقل أكتر. لأنه الإسرائيلي من قال لك أنه الإسرائيلي مبسوط بالاستنزاف؟ منه مبسوط بالاستنزاف. بالعكس أنا تقديري ممكن يكون صح ممكن يكون غلط أنه الاستنزاف الإسرائيلي بعجل بتفكيك هاي الدولة أكثر من الحروب الخارجية. يعني الرهان اليوم رهان على المستوى السياسي ما عم أقول بتفكك كيان إسرائيل ككيان سياسي وكسلطة من الداخل. من الداخل شايفي مثلا أنا بقول أنه
هلأ بالضفة، ضفة محاصرة، كيف عم بيصير في عمليات وبطولات وتصدي لآليات وتفجير دبابات وشهداء؟ شاب عمره 27 سنة أبو شجاع، أبو شجاع يعني شاب ضعيف هالقد يعني منيح اللي بيقدر يحمل بارودة، شاب قائد، هذا شيء مش طبيعي، مش طبيعي. مين بيقول إنه هاي مش حتولد حالة بداخل الضفة من الاستشهاديين؟ طب إذا راح 40,000 بغزة، طب إذا راح 1,000 استشهادي بالضفة شو بصير بالإسرائيلية؟ استشهادي يعني بروح بيعملوا عمليات أساساً خالد مش على داعي لتفعيل العمليات الانتحارية ضد الإسرائيليين، ما بعرف داعي هيك يوم شفتها بيدعوات أحمد بفترضي هيك إسرائيلي بيتحمل؟ هلأ ما فيش حركة هجرة معاكسة؟ مش كل الإعلام بيحكي عنها، حتى الإعلام الإسرائيلي مش بدك، مش إعلام المقاومة هلأ موقفينه المطرد مش قادرين يروحوا لمطر بس في يعني في هجرة، يعني ناس بدها تفل، وفي يعني شعور بعدم الأمان، هذا أخطر شيء. بس تفكك هذه السلطة يقتضي بقاء بنيامين نتنياهو لأطول فترة ممكنة. هلا ما بنعرف بإسرائيل شو بصير، يعني لأنه بكرة بيجي ترامب أو بتيجي هاريس أو شيء، شو المعادلات الجديدة اللي بتصير؟ بس إنه بهذا المسار الإسرائيلي كمان عم يستنزف، مش بس نحن عم نستنزف، كمان الإسرائيلي عم يستنزف. الإسرائيلي مش متعود على الاستنزاف وما شايف أفق، عشان هيك كلهم بيقولوا نتنياهو أنت عم تقاتل كرمال مصلحتك، أكبر خطر على الكيان الإسرائيلي هو نتنياهو، الإسرائيلي بيقوله. يعني إزاحة بنيامين نتنياهو قد يكون الحل بالنسبة للإسرائيليين مثلا، حتى الإسرائيليين عم بيقولوا أمنيا فينا نطلع من فيلادلفيا، منا مشكلة محور في فيلادلفيا، أمنيا فينا نطلع منه. نتنياهو لا، بدنا نضل لأنه ما بده إطلاق النار. هلأ هي الأهمية بفيلادلفيا أو بنتساريم دكتور؟ يعني كل الأهمية على محور فيلادلفيا، علما أنه بين قطاع غزة ومصر إذا الإسرائيليين بدون يسيطروا في اتفاقية سلام مع المصريين، بينما نتساريم هو بيسمح لهم يكونوا عم بيسيطروا على الجزء الشمالي. نتنياهو عم بفتش على محلات في عقد حتى ما يصير الاتفاق. الاتفاق لأنه بس يصير وقف إطلاق نار تاني يوم بتفتح الملفات للمحاسبة، مش بس على 27، على الباقي كله، على ما قبله، لأنه أصلا كان عم يحاكم بملفات فساد. طيب البديل عن بنيامين نتنياهو بحال وصلنا لنهار شفنا أنه بده يكون في بديل عن بنيامين نتنياهو، شو قادر يقدم هذا البديل؟ إن كان بني غانتس اللي كان شيك بالحكومة وأخذوا قرارات الحرب وتوسيع الجبهة بوقت ما كان هو موجود، أو آيزنكوت، غادي آيزنكوت كمان، أو منرجع بدنا نروح اليوم لأن كان عم ينحكى أنه نفتلي بنات إذا عمل حزب جديد ممكن يكون عم يحسم هذه يعني المعركة، بس شو بتفرق بيناتهم؟ هلا ما بتفرق كتير، يعني هلا بتفرق مين بتشدد كتير بتشدد أقل شوي، يعني ما بتفرق كتير يعني، بس ما بعرف الوضع الجديد كيف بيكون، قديش منرجع للمشاكل الداخلية اللي كانت قبل 27، كان في انقسام عمودي صحيح حول يعني الملفات القضائية وحول التشريعات، وأجبر نتنياهو يعمل ائتلاف لقدر شكل واللي الحكومة. بتحمي رئيس الحكومة واللي بتسمح لل يعني القرارات ما تمرق على المحكمة الدستورية واليمين يعمل اللي بده إياه وكذا، ممكن نرجع لهذا الوضع وممكن تفتح ملفات محاسبات، ما بعرف شو بصير بهذا المجتمع. فمشان هيك نتنياهو مطمئن أنه هو أفضل شيء يقاتل للآخر. هلا في شعارات كمان تغوي المجتمع الاسرائيلي، انا عم قاتل بدي اقضي على حماس. طبعا الاسرائيلي كلهم اذا بتقول اقضي على حماس بقول لك اقضي على، يعطي طلع لي الاسرى وروح اعمل بدك اياه، صحيح قتل اللي بدك اياه، هذه هي المعادله. هن بهمهم يسترجعوا الاسرى، ما بهمهم شو بيصير بحماس او بحزب الله. وهلا اضافوا لهم عنوان جديد هو المسجد الاقصى، يعني لما ينحكى عن بناء كنيسة يهودي بقلب مثلاً المسجد الاقصى مثلا، هذا بدغدغ مشاعر كمان اليهودي كيهودي يعني. المتطرف أو المتدين، بس هذا معناته مزيد من تفجير الأوضاع. هذا مش معناته أنه ناس رح تسكت، يعني حتى اللي كان متوسط من الفلسطيني بحس أنه مسجد الأقصى مثلا أنه أنت عم تقتل الناس بالضفة، هذا كله بخلي الناس تروح على المقاومة أكثر فأكثر، هذا يعني بخرب عيشة الإسرائيلي كمان أكثر فأكثر. المسجد الأقصى كيف بده يغير المعادلة؟ يعني اليوم عم نحكي مسجد أقصى، عم نحكي عن أمة عربية كاملة ودول إسلامية كبيرة جدا فاعلة على مستوى المنطقة، يمكن حتى لو تناقضت واختلفت بالمواقف،
هل قادر المسجد الأقصى يرجع يجمع كل هذه الدول الإسلامية على موقف واحد؟ هلأ يمكن بياخدوا موقف، تجتمع منظمة التعاون الإسلامي بياخدوا موقف يدينوا، حتى السعودية أدانت. صحيح، حتى السعودية أدانت في شيء ما بيقدروا يتحملوه، حتى لو ما عملوا شيء، حتى لو ما قالوا بدنا المقاومة، بس كمان هذا موقف مهم. وهذا كمان أهم شيء الداخل الفلسطيني، هو التعويل على الداخل الفلسطيني. هلأ تتغير المعادلات، بيروح نتنياهو، مصير أمام وضع جديد، بس كمان نحن لازم نشوف أنه مظبوط في استنزاف، نفس الوقت الصورة الثانية من المشهد في استنزاف في الداخل الإسرائيلي، في وضع غير مسبوق في الداخل الكيان الإسرائيلي على مستوى قدرة الردع. إسرائيلي ما بحياته كان يقول أنا إذا ضربته بضرب، كان يروح يضرب وبعدين يقول روح دبروا حالكم. هذا ما كانت موجودة، ما كان أنت كان الإسرائيلي يقول أنه إذا ضربته أنا اكتفيته خلص مش الحال مثلا. ففي وضع جديد عند الإسرائيلي، حتى أنا بشوف ما قلت أنه بالضفة هو كأنه يقاتل وكأنه اليوم جاي على فلسطين. هذا المعادلة الجديدة، يعني كل اللي راح هو لم يعد يثق بأنه هو موجود وإجراء ثابتين بالأرض. إجراء ثابتين، يعني في تغيرات. دكتور، واضح أنه هذه التغيرات بعد ما انحسمت لأي جهة، لأنه الميدان هو اللي بيحسم بالأخير. بس كخلاصة فينا نقول اليوم الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني حتى عبر جبهة الجنوب عم يدفعوا، ما بدي أقول عم يدفعوا ثمن، ولكن هن عم بيكونوا السلاح البشري يلي يخاض بمعركة تغيير وجه هذه المنطقة لأي وجه من الأوجه. ممكن بالنهاية بكل المعارك، بكل التحولات اللي بتحصل، ويمكن نحن الآن أمام مرحلة تحول، دائما في قوة طليعية وبتكون أقلية مش أكترية، بتكون هي تخوض وهي بتقدر بتعمل تغيير وهي بتدفع أثمان كبيرة، بس أنه المردود بيكون يعني لعموم الناس ولعموم الشعب ولعموم الأمة. يعني وكل تجارب التاريخ هيك على فكرة، يعني حتى شوفي تجارب بأمريكا اللاتينية، تجارب كانت مجموعات هي تقاتل وهي تحرر، بس بالنهاية بتكون تتحرر، يعني تحرر البلد كله. لا، في أثمان وفي تحمل وفي تضحيات، بس مو واحد يعرف أنه فعلا هي مرحلة تحول، مرحلة تحول تاريخي واستراتيجي بس مفارقة هون لو بأقل من دقيقة. تعليقك على ما يحصل تجاه سوريا، يعني كنا شفنا التقارب مع تركيا رغم أنه بعد فيه فروقات كتير كبيرة، وحكى عنها رئيس بشار الأسد قبل أيام وفد أمني قطري بدمشق. أهمية هذا المشهد خصوصا أنه قطر كانت من أول الدول يلي أخذت موقف ضد نظام الرئيس، وبعدها لهلا آخر دولة هي، باقي الدول العربية الخليجية كمان صحيح كلها. هلا يمكن كمان قد يكون هذا الأمر كمان له علاقة بموقف، كمان موقف سوريا من حماس، لأنه قطر علاقتها متينة بحماس، وعلاقة سوريا بحماس علاقة كتير إيجابية الآن في هذه المعركة، وموقف حماس من سوريا كتير إيجابية من دون خوض حرب. لا عم تدفع ثمن بمحل تاني، يعني كل السلاح والصواريخ وكذا كله بيجي من سوريا، هذا شيء معروف. يعني وبعتقد كمان أنه يعني أصلا ما عاد إلا معنى المقاطعة مع سوريا، يعني بالعكس هذا الشيء بيعتقد إيجابي ومنيح بتحسين الموقف، يعني عموما مشان تجاه فلسطين خصوصا، وجزء من تغيير كمان الخريطة المستقبلية للمنطقة هذا التقارب. شوفي ممكن يكون هذا الشيء، بس أنا يعني بأكد على فكرة أنه الشيء اللي حصل بهذه السنة وتشكل شيء اسمه جبهة إسناد، قبل 27 ما كان هذه الجبهة موجودة، كانت نظرية. هذا التشكل صار جزء من المشهد الإقليمي المقبل، ما في حدا يتجاهله، يعني في قوة صارت موجودة وشاركت بفاعلية وكان لها تأثير، وكل العالم يعترف بهذا التأثير وبيشتغل كل العالم لوقفه، واشتباك أمريكي بريطاني مع اليمن مثلا، والسماء مغطاية وبوارج، أي مشهد مستقبلي بالمدى المنظور هذه الجبهة ستكون جزء من المعادلة الإقليمية. يعني جبهة الإسناد تلخص ما عرف تاريخيا بالهلال الخصيب موسعا شوي هذه المرة. في مشكلة. شكرا لك دكتور طلال العتريسي، الأستاذ في علم الاجتماع والبحث في القضايا الإقليمية، على هذه الحلقة. طبعا نبض بيروت بيرجع بيطلع عليكم بموعد جديد وبحلقة جديدة بكرة السبت. إلى اللقاء.